السيدة أم يوسف من السويس. أم يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. مساء الخير. الحمد لله بخير. أنا أتمنى على حضرتك بس إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي. ماشي حضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك أنا عندي مشكلة مع جوزي. ربنا ما يجيبش مشاكل، اتفضلي. يعني خلني مع واحدة تانية. سامعك. يعني اتجوزها عرفي من ورايا، فأنا عرفت. طيب. مرة واثنين وثلاثة وأربعة كان ماشي معاها وأنا عرفت بعد كده. يعني في شخص واحد ولا دي أشخاص هي متكاتفين؟ نفس الشخص بقاله أكتر من 10 سنين يعني ماشي معاها. طيب أنتوا متجوزين بقالكم بيكلمني قد من إيه؟ ورايا، فأنا كل مرة أعرف وأسامحه. السيدة أم يوسف، أنتوا متجوزين بقالكم قد إيه؟ متجوزة بقالي 15 سنة، معايا طيب 3 أولاد. هل ده كان حبه القديم اللي قبل الجواز؟ طيب بصي يا ستي، احنا دلوقتي انت بتساليني اعمل ايه صح؟ ان هو متجوزها عرفي، يعني متجوزها عرفي وهي اصلا متجوزه واحد تاني ومعاها 3 اولاد منه. يعني هي كانت متجوزه واحد تاني لا متجوزه، يعني هي متجوزاه، يعني هي متجوزه جوزي عرفي وهي متجوزه واحد تاني. لا لا لا، ما ينفعش ده، اكيد ما عملوش كده. فيا دكتور انا عرفت، انا بس يا ام يوسف، كويس وانا بحبه وعايز اعيش معاه. ام يوسف، ام يوسف، المشكله انا مش قادره انسى المشكله. طب انا بس عايز افهمك حاجه ام يوسف، خلينا نتكلم على الواقع اللي بيجي لنا في جلسات الارشاد. هو مش مضطر يعمل يتجوزها عرفي طالما هي متجوزه. يعني لو هو عايز يعمل غلط مش هيروح يتجوزها عرفي. يعني هم دلوقتي هي بدل متجوزه هيروح يتجوزها عرفي ليه لما هي متجوزه وهو عارف ان هم بيعملوا حرام؟ مش هيتكفل ان هو يعمل الجواز عرفي. مش جواز عرفي، هي قالت له عشان نبقى مع بعض امدي لي على الورقه دي، فهي مضالها وعادي يعني. اهو بص، على المناسبه، بالمناسبه لو هم عملوا ده نوع من انواع الفجور والعياذ بالله. ده فجر والعياذ بالله ان واحده تكون متجوزه. هو طيب زياده عن اللزوم، بتضحك عليه. طب استني بس، يعني ايه انت لبست الراجل في حيطه وبعدين تيجي تقولي لي هو طيب؟ طيب خلاص، تجيب الراجل الطيب ده وتيجي على مركز الارشاد الزواجي. لكن لغايه ما يحصل كده، هو بدل عمل كده اهو، وده الحب القديم ده، لازم نقعد مع بعض ونتصارح. يعني لازم نقعد مع بعض ونتصارح. الحالات اللي زي دي لابد فيها من المواجهه، لان الحاجات دي بتبقى حالات ادمانيه. يعني ايه حاله ادمانيه؟ يعني هو مدمن هذه المراه. لو انت عملت له وقفه وبعدين رجع، لا، لازم يبقى في وقفه ولازم يبقى في علاج. ولابد، انا مش هقول ان احنا بنستغل الاولاد، لكن لابد ان يكون للاولاد دور. يعني ايه يكون للاولاد دور؟ لاحظ ان احنا عندنا اولاد، والاولاد دول ما ينفعش ان هم يعيشوا في بيئه ملوثه زي دي. فانا اربأ بابو اولادي ان هو يكون هي دي حالته. انت دلوقتي في خيار ما بين اولادك وما بين ده، الامر التاني. طيب يا سيدي، وده خيار تاني لازم تتكلمي فيه. أنا بكلمك بصراحة بس عشان نكون واضحين. في ستات كتيرة للأسف، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضل إن جوزها يمشي في الحرام ولا إنه يتجوز عليها. فإحنا قد يكون عندنا خيار. أنت لابد إن أنت تواجهي نفسك، إذا كان هو دي الحب القديم اللي هو قبل الجواز، هل ده مبرر؟ أنا ما ببررش لده، أنا بقول لك اللي بيحصل والحل. لازم نقف بقى، وهو إذا كان هو عايز يتجوزها يقول كده، وأنت إذا كنت مستطيع تقبلي أو لا تقبلي، هو ده الحل. غير كده مش هينفع. وكل الكلام اللي قلته لك ده قبل الكلام والوصول للخبر. لكن أنت لازم تعرفي إن المسألة ما هياش من الحاجات اللي إحنا ممكن نسيب الأيام هي تداويها. لا، ده شيء إدماني في قلب هذا الزوج، فإحنا محتاجين وقفة، ومحتاجين إن هو إذا كان عايز يغير ده لازم يبقى عنده إرادة للتغيير، لأن ده بيكون عادة ما بيقدرش يتخلص منها إلا بشوية جهد وشوية شغل.